ومن أبرز ما ترك تأسيسه للرابطة العالمية للشباب الأرثوذكسي سيندسموس. عنها وعن مؤسسها أتحاور مع الأمين العام السابق لحركة الشبيبة ولأسرة المدارس الأرثوذكسية الأستاذ شفيق حيدر. أستاذ شفيق أهلا وسهلا فيك، تعازينا لحضرتك. طول عمرك، افتح بحضورك استوديو الام تي في. شكرا استاذ شفيق. يعني امام هذا المشهد المهيب، ماذا تقول بدايه؟ حضرتك كان عندك المسؤوليه المباشره في الكنيسه الارثوذكسيه، ماذا تقول بدايه بعد ما تبعت الجنازه المهيبه فعلا والتي من خلالها نودع اب الطائفه الارثوذكسيه؟ الكلمه الوحيده اللي باستطاعتي بعد ما تأملت في رتبة الدفن جناز سيدنا البطراك هي أنه لم يغب ولن يغيب وسيبقى معنا بشكل حضور آخر. لا يمكن لمن عمل مع البطريرك إغناطوس وتتلمذ على يديه أن يغيب عنه هذا الوجه الموحي المعلم المعبر المحمس الذي كان يدفعنا أجمعين كي نتجند في خدمة كنيسة الرب ونشر الكلمة الإلهية. خدمت بها الكنيسة الشفيق ومركزيا بحركة الشبيبة الأرثوذكسية، إنها الحركة العزيزة جدا على قلب سيدنا البطريرك ويلي أسسها وحمل الأمال الكبيرة. نعم. بمركزية دور الشبيبة في الكنيسة كإضاءة تقييمية على الفترة المنصرمة، فترة التأسيس ومواكبة البطريرك لهذه الحركة. نعم. خبرني تحديدا عن هالنقطة. كانت الكنيسة بحاجة إلى صحوة في منتصف الأربعينات. نعم. فألهم الروح القدس نفرا من شباب أنطاكيا أن يتجندوا هم لهذه النهضة وأن لا يطلبوها من سواهم وإن كانوا إكليريكيين. من هؤلاء الشباب المثلث الرحمة البطريرك إغناطيوس مع أخيه ورفيق عمره ودربه ودراسته المتروبوليت جورجيوس وصديقه الآخر الأستاذ ألبير لحام وغيرهم وغيرهم من الذين كانوا يعملون في بيروت، إما في الجامعة القديس يوسف يحصلون العلوم أو في الجامعة الأمريكية كغبطة البطريرك الذي كان يدرس هناك. الصحوة في الكنيسة ولا يحق لنا أن نطلبها من المطارنة والإكليروس فقط، والسبيل إلى ذلك في الدراسة ومعرفة الإيمان واكتشاف الكنوز، لأننا بهذه الكنوز نحيا ونحيي. والبطريرك إغناطيوس كان مرشدا للعديد من الشباب الذين كانوا يحصلون في الجامعات، كان يقودهم في دراسة الكلمة، في قراءة الآباء القديسين، في محاورة الفكر الحديث المعاصر الذي عرفه وعب منه الكثير الكثير الكثير. قادهم، أقول هو الذي ساعدهم في تحقيق معموديتهم وتحقيق عضويتهم في كنيسة الرب. نعم. أتذكره في منذ شبابي يقودنا في مؤتمرات، يخطب فينا في مناسبات، يلهب فينا الحماس، لأنه كان من الخطباء النادرين. كان يستعمل هذه الموهبة الإلهية ويسخرها حتى يؤثر فينا ويقودنا لنعمل ونتجنب. أستاذ شفيق،
ماذا عن استمرارية هذه الرسالة اليوم؟ هل ستفتقد هذه الرسالة لهذا الزخم الهادئ الذي كان يعطيه البطريرك هزيم؟ الأمر كمان الذي أتى هؤلاء الشباب أنهم أنشأوا منظمة. ولما نقول أنشأوا منظمة يعني أن هذه المنظمة هي الإطار الذي يسعى جاهدا للمحافظة على هذا التيار الذي لم يبقى فقط في لبنان وبيروت وطرابلس وإنما تخطى الحدود اللبنانية إلى مدى الكرسي الإنطاكي في دمشق واللاذقية والطرطوس وحلب والكويت وكل هذه الجزر الإنطاكية انتقلت إليها الحركة، وهذا التنظيم يجمعها فقط وينسق أعمالها ويحاول ما نسميه اليوم الأمانة العامة لحركة الشبيبة الأرثوذكسية، تحاول أن تجعل هذا الانتشار الحركي الواسع اليوم حتى في المهاجر أن يبقى أمينا على المحبة الأولى التي نقلها لنا المؤلف. هذا بالنسبة لحركة الشبيبة الأرثوذكسية. حضرتك أيضا كنت أمين عام لأسرة المدارس الأرثوذكسية، واليوم البيت الثاني هو المدرسة بعد البيت العائلي. برأيك أستاذ شفيع، هذا الجيل الجديد الذي مر معك ويمر الآن أيضا، يعني حضرتك ما زلت في الإطار الأكاديمي والإطار التعليمي، تطمئن إلى أن جيل الشباب اليوم فعلا يدرك قيمة هالمفاهيم هيدي اللي ضويت عليها حضرتك ويلي ضوينا عليها اليوم بخير التغطية؟ سيدي، ما علمنا إياه البطريرك إغناطيوس هو أن نخاطب الشباب بلغة يفهمونها، وألا نبقى أسرى لغة القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس، وأن الله الذي فعل في أبائنا القديسين وألهمهم هو نفسه باق حي إلى الأبد. الروح الإلهي الحي فعل في السلف ويفعل الآن في هؤلاء الشباب وفي المعلمين اليوم. اللهم إذا عرفوا أن يستخدموا اللغة التي يحتاج إليها شاب اليوم. هل تتلمس هذا ما شدد عليه دوما هذا ما شدد عليه دائما البطريرك إغناطيوس؟ يعني عم تتلمسوا هالمحاكاة هيدي يعني اليوم على الأرض مع الشباب، يعني اللي عم تتفضل فيه كلمة كتير أساسية وجوهرية إنك تحكي الشباب بلغتهم اليوم العصرية المتطورة. صدق بالرغم من كل مظاهر تمسكهم بمادية هذا العصر، إلا أن ثمة عطشا عميقا في قلوبهم وهم يتلمسون من يروي لهم هذا العطش. يعني هم بحاجة إلى عناية، إلى اعتناء، إلى كلمة حية تحييهم، لأنهم في هذه الدنيا بالرغم ما فيها من تطور مادي وتكنولوجي و و و و و ولغة عصرية، إلا أنها تفتقر إلى ماء حي، تفتقر إلى ماء حي، تفتقر إلى تنعشها قيم الدين، فيجب أن تنقل إليهم دون أي وجل، دون أي خوف. يجب أن لا نعتبر أن إنسان اليوم حجر الدين، لا. كيف يعلمون بلا مبشر؟ يجب أن نذهب إليهم وأن ننقل لهم كلمة الحياة وأن نظهرها، ليست غريبة عن حياتهم وهواجسهم واهتماماتهم، ولكنها هي تغذي هذه الاهتمامات وتقبل هذه الهواجس وتدفعهم ليحصلوا عليها بصدق. أستاذ شفيق، حضرتك علماني ملتزم في هذه الكنيسة وفاعل أيضا، بالنسبة لمسؤولية الكنيسة اليوم أمام يعني الحجم والكم الهائل من التحديات الكبيرة اللي عم بتواجهها، هل برأيك مسؤولية الكنيسة ترتكز على مدماك صلب في مواجهة هذه التحديات
بالتوازي بقدر مع الدولة المدنية. نعم، بقدر ما هي تلتزم هذه التحديات وتواجهها بقدر ما تتجند للخدمة وليس فقط للتعليم. وهيدي كتير شدد عليها بدك عزيم في هذا شدد عليها كلماته اللي كنا عم نشوفها شوي تحت الهواء هي ما أيوة ما عرفته يوما إلا عاملا. منذ شبابه أسس مدرسة البشارة، منذ شبابه أسس مدرسة البشارة، وكنت أزوره وأجده يهتم بتفاصيل حياة التلاميذ، يهتم بتفاصيل حياة التلاميذ بدقة. كان يستقبل الشباب في مدرسته، كان يحاورهم، يتحدث إليهم، ثم ذهب إلى البلماند فعمل خدم. نحن عندنا المؤسسة هي مجال خدمة وليست مجال انتفاخ ولا انتفاع. المؤسسة في مفهوم الكنيسة هي مجال تخدم به الكنيسة العالم، والعالم كل العالم خدمة الكنيسة لا تميز. وهذا ما تعلمناه من الكتاب المقدس، وهذا ما علمنا إياه هذا الراحل الذي نودع اليوم. نودع على أمل اللقاء الدائم مع كل ما ترك من تعليم ومن وصايا. بين هذا المقبل والما بعد أستاذ الشفيق، شو برأيك اليوم من بعد البطريرك هزيم مركزيا ما الذي يجب أن يقوم به العلماني بدرجة أولى، الكنيسة بدرجة ثانية، الحقل الأكاديمي الذي أنت فيه بدرجة ثانية؟ نحن نؤمن بكنيسة واحدة، كلنا واحد، إكليريكيين وعلمانيين. الإكليريكي له وظيفة كهنوتية هي وظيفة، والعلماني له كهنوته الملوكي. كهنوت الملوكي بمعنى هو كالكاهن مسؤول أيضا عن الكنيسة. بالنسبة للمؤمن البطريرك باقي، بالنسبة لنا نحن المؤمنين هو باقي، ما بس بأعماله، بحضوره، هو باق بحضوره. واليوم الرسالة إنه التي سمعناها في الخدمة، إنه والله أو التي تقال في خدمة الجناز لم تقرأ اليوم، رسالة تانية إنه كل شيء يتغير ولكن ما بيزول، ما بيزول. يعني البطريرك باق، هو باق بأفعاله التي تدل على أن الإيمان بلا محبة بلا خدمة هو كذب. وهذا يستلزم يعني تضافر الجميع، وهالمشهد الجامع يلي شفناه اليوم بالجنازة الشفية، المشهد المسكوني الجامع، كل الكنائس، كل البطاركة، كلهم ملتفين هذا حول سيدي. هذا هذا كمان يجب أن لا ننسى أن البطريرك أغناطيوس وأقرانه في الحركة الأرثوذكسية كانوا من رواد العمل المسكوني في الكنيسة الأرثوذكسية، هم الذين ابتدأوا في المؤتمرات المسكونية وفي حوارات الكنائس، معتبرين مثلا في مبادئ حركة الشبيبة الروسية العمل المسكوني مبدأ أساسي. أن تعمل، أن نعمل على وحدة كنيسة المسيح. هذا العمل أستاذ الشفيق، يعني اليوم من خلال هالمشهد في أوقات يمكن بيسهى عن بالنا التطبيق العملي، يعني هل وبخاصة في مجال المسكوني الجامع حول أخ لإلهم ورأس للكنيسة الأرثوذكسية بيسهى عن بال المؤمنين أنه هالالتفاف هيدا لازم يتطبق أيضا على الأرض. المؤمنين المنتشرين اليوم بكل البلدان منصهرين أيضا في مجتمعاتهم المدنية، فإلى أي مدى اليوم فيهم لازم ياخذوا هالعبرة هيدي بأن يكونوا الجميع ملتفين حول بعضهم البعض، موحدين في مسارهم ومصيرهم. نحن في هالمجال
وإن كان الأمر هو أمر من صلب الرسالة الكنسية، إلا أن ثمة من يحارب هذا التوجه المسكوني اليوم، لأنه الشيطان دوما يحاول أن يخرب. بس عم نسمح له نحن ببعض الأوقات كمان. من أجل ذلك يجب أن عندنا ثلاث أصعدة يجب أن نعمل عليها. أولا تقوية وجود كل كنيسة في مجلس كنائس العالمي. في مجلس كنائس الشرق الأوسط يجب أن نسهر على هذا المجلس ونقويه. وفي العمل الرعائي ما بيكفي يكون عندنا مجالس عالية، يجب أن ننقل هذا الهم المسكوني إلى الرعاية، أن نعمل معا كمسيحيين، ليس من أجل كنائسنا فقط، ولكن من أجل هذا الإنسان الذي رماه الله في طريقنا. هون الشغل، هنا العمل المسكوني الذي يجب أن تشدد عليه الرعاية. أنا لا أفهم أنه عمل مسكوني نظري. هذا على الحوار اللاهوتي موضوع تاني، هذا للقل المفكرين. ولكن أنا كمؤمن أنا أعمل مع إخواني، مع أقراني، حتى البطريرك هزيم كان يدعو للعمل مع الكل، بدون ما بس المسيحيين، كل الشعب اللبناني، كل السوريين، كل يجب أن يعملوا معا من أجل أن يحولوا أرضهم سماء فيها العدل، فيها الأمن، فيها السلام، يرعى فيها الحمل مع الذئب. أمانة الاستمرارية برسالته مسؤولية كتير كبيرة رح بتكون على البطريرك الجديد، يعني وعلى يتولى طبعاً المسؤولية طبعا. من أجل ذلك هذا ما يجب أن نشدد عليه اليوم، أن نكثف صلواتنا حتى يقود الروح القدس الآباء المجمع إلى اختيار الخلف الصالح، وأن يفتشوا عن الذي أحسن تدبير بيته بالعدل والسلام والمحبة، ولم يثر خصومات في بيته. هذا يؤتى به لأنه جرب في الصغير فيقام على الأكثر. بآخر كلماته آخر كلمات سيدنا هزيم دعا لعدم الخوف، وكان مطمئن أيضا أنه الكنيسة ما رح تتزعزع. أنا في وسطها، أنا في وسطها فلن تتزعزع. في عنا تيموثاوس، بولس يوصي تيموثاوس الرسول في موضوع اختيار الأسقف، بيقول له بده يكون يكره الخصام، لا يحب المال، يحسن تدبير بيته، فمن لا يحسن تدبير بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ إذا مرع القطيع الصغير قصموا وأقام عداوات بيناتهم، كيف بده يرعى الكرسي الانطاكي كلها؟ عشان هيك صلاتنا إلى الرب أن يلهم الروح القدس إلى مثل هذا الراعي، حتى ما بقول يحل محل، ما فيش حدا بيحل محل التاني. هذه صفحة تبقى فريدة في تاريخ انطاكي، تبقى فريدة في تاريخ انطاكي، ولكن حتى يعمل من أجل مجد الرب في كنيسته في هذا الديار. البطريرك إغناطيوس ذكرنا الخدمة عنده، ونحن أنه عمل مؤسسة، هذا مش وحده المهم حتى أن يعلم، ولكنه خلق فرص عمل، بقي الشباب ولم يهجروا، عمل على مناطق. هذا أمر من صلب الرسالة الكنسية. نحن نقول الهجرة، ما تهجروا، ماذا نقدم لأولادنا حتى لا يهاجروا؟ هذا قدم لهم وظائف، قدم لهم فرص عمل، قدم لهم 5-6,000 واحد عايشين بمنطقة الكورة اليوم انتعشت حول البنمان اقتصاديا. على أمل سيد شفيق هالانتعاش هيدا أيضا يعطي دفعة رجاء كبيرة نحن بحاجة لها. بدي جدد تعزيتي لحضرتك وللطائفة الأرثوذكسية الكريمة. طول عمرك. شكرا لحضورك. والرجاء أكيد عندنا نحن. أمين. شكرا. لحضورك سيد شفيق حيدر أمين، عام السابق لحركة الشبيب الأرثوذكسية ولأسرة المدارس الأرثوذكسية. أهلا وسهلا فيك.
أما بعد مشاهدينا فلبطريرك الطلاقي نقول إلى اللقاء مع كل وصية تركتها لكل مسيحي مشرقي، لكل عربي ومسلم، أن الله الواحد الذي يظلل جميع أبنائه يراهن على وحدتهم وبنوتهم ومسيرتهم في بحر الشهادة في هذه المنطقة. يا أيها المثلث الرحمات البطريرك هزيم، أنت الذي لم ينهزم في مساره، رجاؤنا أن نتماهى معك ونتغلب على كل صعوبة. آمين.